نقول مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج بالدرب. كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم ومبارك عليكم الشهر، لأن ما ندري متى بالضبط راح تنزل الحلقة، وإذا بتنزل آخر رمضان عيدكم مبارك مرة واحدة. مبارك عليك الشهر أبو عزيز. علينا عليك مبارك. كيف الله يسلمك. ضيفنا اليوم سعود الصراف وعبد العزيز، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. كيف صحتك؟ يا هلا والله. ابو عزيز، انا عاده اول ما ابلش الحلقه ابلشها بسؤال حق الضيف. الله يستر. لا لا، سؤال عادي. شلون تحب تعرف نفسك على الناس، او خلينا نقول على الشخص اللي ما يعرفك؟ منو سعود الصراف؟ بكل اختصار، سعود الصراف محب لرياضه المحركات. تمام. مو بس هاوي وكان متسابق بالسابق. بلشتها بقول من صغري طبعا، بس بلشت ادش سباقات يمكن من 2003 اوكي 2004 تقريبا. اوكي. يعني من ثانويه. اي تقريبا. أوكي. من ثانويه بلشت، كنت اتسابق سباقات موتور سبورتس بشكل عام، طبعا الجيت سكي والكارتينج بدايتي كانت. اوكي. إيه. اوكي. بحري. بحري. حلو. فتطورت الرياضه عندي الين ما قمنا ندش سباقات الكارتينج. طبعا جلف رن بلشنا ب 2010 اعتقد، كان اول سباق لنا 24 اورز، كان 26 اورز. صحيح. هذا اول سباق صار، واذكر اخذنا فيه المركز الثاني، كان فريقي اسمه سكوديريا للاسف طبعا. بعدها طبعا رحت مع فريق اوفرتيك. نعم. الله ينعم حالك. ترى يوم اللي بقى نصور هذا الفيديو ايه؟ راح تنزل الحلقة مع طارق العمر. اوه ما شاء الله. مدير الفريق. اي. ايه. واستمريت فيها على قولتهم، ودشيت بالدراج ريس تقريبا، طبعا كل شيء، اي شيء في ماكينة. لاحظت. اي. دراج ريس بلشت اعتقد ب 2014 او 2015. متاخر على ايه؟ على دخلتك حق ايه؟ عالم المحركات بشكل عام. كملت فيها لين 2020، كانت اخر بطوله لي اخذت فيها بعد الاول بالكويت. ما شاء الله. ووقفت. بس تعتزل وانت اون توب. اي الحمد لله. نفس هاملتون. نفس هاملتون. هذه دفنه حق طبعا اكيد عبد الله الغالب. كان والله يوتيوب هني يسحب طاري. اي والله. الحين بما ان سولفنا عن حب السيارات وشغف السيارات وهالموضوع هذا كله، دائما اكو حقبه بحياه الشباب هي اللي تدخلنا السيارات، سواء شفت فيلم معين ولا سياره معينه حببتك في عالم السيارات ودخلت فيه. متى؟ أنا وين؟ شنو السياره؟ انا مو فيلم اللي حببني بالرياضه، انا احب اسرتي تقريبا العائله كلها تحب رياضه السيارات. ما شاء الله. وبالاخص والدي. اوكي. وهو الداعم الاساسي لي انا واخوي سالم، هم نفس الشيء متسابق ويب درفت. اوكي. فالوالد هو الداعم الاساسي لنا طبعا ما شاء الله هذه، وهو محب للسيارات حببكم زياده وطور فيكم طبعا. حلو. قبل فتره اذكر كنت قاعد اشوف الستوريز بالانستغرام ايام الحجر اللي طلعت شغلات، كل بيت اتوقع طلعوا اشياء ما كانوا يدرون عنها. صح. انتوا بالمزرعه طلعتوا كنوز ما شاء الله. طلعت اللي شدني الباقي الثري ويلز الهوندا. هذا شنو قصته؟ هل كان بقيك ولا هذا ما كنت تدري عنه؟ الثري ويلز انا شريته قبل فتره، مو فتره طويله. اوكي. بس الاغراض اللي كانت بالمزرعه اغلبها تخص والدي وتخص عمامي، وفي عيال عمتي طبعا، في بقيات قديمه وبقيات في سيايير. اذكر. يعني ما شاء الله كل شيء طلع. اي طلعنا سيايير اصلا غريبه، يعني ما والد طلعت عنده سياره ار اكس 7 روتري. اوه. اي لقيناها بالمزرعه فسالته عنها، طلعت شاريها يمكن ب 2000 ومو بال 2000 اخر التسعينات يمكن، وما فيها ماكينه وكذي. اوكي. قررنا نسويها، وبعدين تحسف انك لا ما تسوى شوي موجوده فواكه الحين مكانها. ننطر الحين الخطا الجايه متى الفايندينجز متى تشتغلون عليهم؟ لا خلصنا بس خلاص. حلو. ممتاز. نروح على النقطه الجايه اللي هي موضوع انديه السيارات بالكويت، او خلينا نقول انديه رياضات المحركات بشكل عام بالكويت. انا صراحه اسمع باسامي انديه بس ما ادري شنو قاعدين يسوون، شنو الاكتيفيتيز اللي قاعدين يشتغلون فيها، وبنفس الوقت شنو
خلينا نقول الايفنتات اللي قاعدين يسوونها وكذا. فقبل فتره سمعنا في نادي كي سي ام او النادي الكويتي لرياضات المحركات، صح، اللي حضرتك اعتقد مدير العام حق النادي. شنو كي سي ام؟ كي سي ام هو نادي حكومي يعتبر، اشهر عن طريق الهيئه العامه للرياضه. حلو. هدف النادي هو اقامه بطولات ممتاز لرياضه المحركات بشكل عام وانشاء ابطال. اوكي. فاليوم من السن الصغير يقدرون حتى يعني من خلينا نقول 7-8 سنوات يجون عندنا ويسجلون عضويه ويدشون سباقات ويأهلون نفسهم حق سباقات خلينا نقول بالمستقبل. ممتاز. واحنا دورنا ان نساعدهم وندعمهم. تمام. طبعا احنا الدعم يجينا من الدوله. اوكي. وندعم فيه المتسابقين هذيله. ممتاز. او نقيم البطولات مثل الموسم اللي طاف سوينا اكثر من سباق. حلو. طبعا هذا كله مدعوم طبعا يعتبر من الهيئه العامه للرياضه. ممتاز. وهذا هدفنا اقامه البطولات. كخطوه اولى لاحظنا اول بطوله، او ما ادري اذا هذه اول بطوله ولا سويتوا غيرها، اللي هي كانت ايامي سيريز. ايامي سيريز، صح. طبعا شنو ايامي سيريز؟ وهذا احنا سولفنا فيه مع طارق العمر. ايه. تقريبا بكل تفاصيله، يعني ما شاء الله الحين اطول حلقه مع طارق ما شاء الله. فابي سولف لي على هذا الموضوع بس من وجهه نظر كي سي ام. حلو. ان انتم يوم هل انتم رعاه؟ هل انتم منظمين؟ هل انتم مقيمين البطوله؟ شنو بالضبط؟ حلو. ايامي سيريز لها وكيل بالكويت. حلو. وكيلها شركة بروماتريكس. تمام. احنا بالتعاون مع شركة بروماتريكس نظمنا البطولة هذه. ممتاز. من 5 جولات والحمد لله نجحنا فيها. الحمد لله. وبطولة ايامي سيريس ما هي اي بطولة عادية. هو يعتبر اول سباق كارتينج يصير سانكشن بالكويت. يصير شنو؟ سانكشن. معتمد من الاتحاد الدولي من الفاية. واو، ممتاز. صار بكي ام تي بكويت موتور تاون. طبعا السباق ما تقدر تسويه باي حلبه، لازم تكون حلبه مصنفه من الاتحاد الدولي ايضا. اكيد. CIK طبعا كي ابروف يسمونه، صح. فعندنا احنا كي ام تي هي الحلبه المصنفه دوليا. ممتاز. وسباق كان يعني هو اقامه السباق هذا مو شيء سهل. اليوم انت لما تجيب سباق مثل هالمستوى هذا، يعني انت كنت قاعد تقول فورمولا 1 بس حق الكارتينج. اوكي. نفس الطريقه هذه. اوكي. بصراحه انا كنت حاضر تقريبا كل السباقات او كل الجولات الخمس، يمكن بس جوله واحده ما كنت حاضرها. امانه يعني الموضوع وايد كان واضح انه مو سهل وفي شغل، ويعطيكم الف عافيه. ما قصرتوا. ولكن هني انا تشدني نقطه صراحه، يعني يوم قالوا لي ان ترى سعود هو مدير النادي وهو كذا، بس سعود ما تصرف كمدير نادي. شلون سعود البنزين ليه هني معاه بيده وايده؟ ما تقدر تسولف. بالضبط. انا هذه قصه البرنامج كله. فكره البرنامج شنو؟ فكره البرنامج ان انا ما اجيب شخص تعال يبا انت مشهور عندك 60 70 80 100 الف فولور تتكلم عن سياره. لا، الفكره ابي اشخاص شغوفين. فالشغف انا يمكن اول مره اشوف ايدك كذي ما فيها. اي انا مستغرب اصلا. ما فيها وملابسك يعني مرتب العاده لما نشوفك من الحلبه هني تلاقي. بالضبط. اشوفك ما شاء الله يعني ما تنعزل عن الـ عن الـ عن السراوندينج مالك وتعيش كذي مع الماكينه والسايق شنو محتاج او السباق شنو محتاج. واذكر حتى السباق الاخير يعني سويتوا شيء ما ادري جفتوا ماكينه. اي كانت مالت جابر الصباح اعتقد. اي كم المده؟ والله ما طولنا بين ريس وريس، يعني كان بين قاعد تتكلم اقل من ساعه. هو ما لا اقل وايد. أي. يعني ما اخذ معانا الموضوع اعتقد ربع ساعه يمكن. بدلنا بيستن وبدلنا سلندر. يقولها عادي. والله للامانه يعني شوف، اول شيء نبي السباق ينجح. تمام. السباق ينجح بعدد المشاركين. وجابر كان يعني ينافس على ثاني بطل موسم، كان اذا ما دش السباق هذا ممكن يروح على المركز الثاني ياخذ ثالث بطل موسم. اوكي. فلما يا سيارته خربانه شفت وجهه ضاق خلقي، انا ضاق خلقي. يعني لازم نسوي له صراحه. يعطيك العافيه. هذه واحده من الشغلات اللي احنا نحب نسولف عنها ونحب
نحب نشارك الناس شغف هذه الهواية. وبما ان احنا قاعدين نتكلم عن السباقات وقاعدين نتكلم عن متابعتك حق او خلينا نقول مشاركتك كسائق ولا كمنظم ولا كمدير نادي، في عندك علاقة وايد خاصة في الفورمولا 1. حلو. وفي عندك شخص انا اسميكم يني وعطبه. منو هذا؟ بالفورمولا 1 بعد ما يحتاج اقول لك منو. عبد الله رائد الغالي. نعم نعم. شنو من متى اول شيء بلشت تحب الفورمولا 1؟ يعني انا اذكر انا تقريبا صار لي يمكن 12 سنه اتابع فورمولا 1. حلو. انت للحين اذكر شلون؟ انت قبلي. اوكي. اذكر للحين الناس كانت تقول لي عبد الرزاق ايش طالع؟ وطبعا هذه الكلمه المعتاده. حلبه والناس الناس تفتر. فش اللي دخلك على عالم الفورمولا 1؟ اول شيء هذا اللي يقول لك الحلبه والناس تفتر يقول نفس الشيء كره يعني حقها 11 لا مو 11 22 واحد. ايش طالع انت؟ على طاري عبد الله الغالي. اي صح صح. هذه مدفونه قلت لك اياها بعد اللقاء. حلو. الفورمولا 1 اول سباق حضرته كان سباق البحرين ب 2004. اول سباق يصير بالخليج عندنا. اوكي. ف وايد حبيت الشغله هذه. وكانت المكاين وقتها يعني على قولتهم تردح. اسمع الاصوات اني كانوا صحيح 10 سلندر 10 سلندر. فبعدها حضرت اعتقد ب 2007 يمكن سباق. تمام. وبلشت اتابع الفورمولا 1 اللي ما اطوف ولا سباق يمكن ب 2016 اعتقد. اوكي. ايه. تمام. مو بعيد وايد يعني. حلو. 7 سنوات يمكن. ايه. او ممتاز. 6 سنوات. ممتاز. فرياضة حلوة تتعلم منها وايد، تستفيد منها وايد، وهي مو بس رياضة، هي ثقافة اصلا. صحيح. وشغلة واحدة من الشغلات الحلوة انه مو بس يعني مو بس ان انت قاعد تتابع رياضه او قاعد تتابع على قولتك ثقافه وغيره، ان انت قاعد تشوف مستقبل السيارات شنو من خلال الفورمولا 1. صح. هذا اللي الناس وايد مو مستوعبته ومو يعني مو قاعد اشوفه الفتره اللي طافت ما كان وايد دارج، ان انت الحين قاعد تشوف ان السيارات قاموا تسوي محركات هايبرد. صح. تقريبا الكل عنده من 2014 الفورمولا 1 محركاتهم هايبرد. صح. الحين قاعد نشوف البايوفيول، هذا اتوقع البايوفيول بعد 4-5-7 سنين راح نشوفه يستخدمونه على السيارات. في سيارات. صحيح. عطني سر نجرتكم انت وعبد الله الغانم بموضوع الفورمولا 1. لا هي ترى غشمره. اكيد. اكيد غشمره. النجره طبعا شوف هو كل بالموتور سبورت بشكل عام او بكل رياضه لازم في اثنين يتناجرون مع بعض. صحيح. يعني شوف عبد الله ترى انا ادش معه، هو معي بنفس الفريق اوفرتيك. صحيح. انا ادش سباقات يعني مع بعض. اللي ما يعرفكم يقول انتم باتشتون بعض. اي. احنا تقريبا ما نشتهي بعض بس عبد الله حتى بالسباق لما ندش مع بعض نتحدى بعض، يعني احنا اثنين بنفس الفريق نتحدى بعض بالارقام. اوكي. انا احسن منك وهذا يقول انا احسن منك. فشويه لازم تصير في غشمره بيننا. اكيد. وحتى لما نروح السباقات لو طالع ندش على الستوري مالي يخلي نسمع الصوت شوي. حاضرين. ما أنا قاعدين نسولف عن الفورمولا 1. اي عدل هذا الصوت. والله ما شاء الله حلو صوت. وايد حلو. فاقول لك سباقات ترى اي سباق اروح له فورمولا 1 لازم عبد الله معي. اها اوكي. نجرى على المدرج من اول سباق لين نهايته. المره الجايه انا ثالثكم ضروري بوثق ضروري ضروري. احنا نبي واحد يفاكك بيننا اصلا. ان شاء الله ان شاء الله. عاد ذاك اليوم قاعد اسولف مع عبد الله وقلت له ان شاء الله المره الجايه انا وياك ان شاء الله ضروري. اي والله. الحين ابو عزيز خلنا ننتقل حق السؤال خلينا نقول اللي انا دائما احب اختم فيه. حلو. الله يستر منا هذا شكله سؤال. سؤال يبي له تفكير وانا امانه وايد يعطيني جانب كذي اقدر افهم فيه شخصيه الضيف. حلو. اعطيتك ميزانيه مفتوحه. زين. تختار سياره واحده. حلو. ايش تاخذ؟ حق حلبه ولا حق الشارع؟ ميزانيه معين. مفتوحه. الحين انت عندك سياره قاعد تستخدمها كل يوم. حلو. الجملي الحبوبه هذه خلها عندك. ماني ساحبها منك. حلو. عندك ميزانيه مفتوحه وسياره واحده مفتوحه. والله تبي صدق انا احب اللامبورجيني وايد. اوكي. ف ما
ممكن يعني اتوقع اس بي جي. نايس. اوكي يعني شيء ينساق بالشارع بس شيء حق حلبة. يعني اختار شيء ثاني كيفك؟ لا حق حلبة يعني اقدر احلى سيارة بالنسبة لي اشوفها جي تريارس. اوه ايه. نفس اختيار طارق العمر. ايه بعد بالنسبة لي احلى سيارة. حلو ممتاز. قبل لا اختم كي سي ام ان شاء الله السنة الجاية شنو في خطة معينة في شيء يعني خلاص سيلد ولا للحين اندر ديفلوب؟ احنا شغالين على موضوع وايد كبير ان شاء الله حق سيزون الجاي. احنا اول شيء كي سي ام هالسيزون هذا كان اول سيزون حقه النادي. اه ما شاء الله اول موسم بنسوي فيه سباقات وسوينا 5 راوندز ايامي سيريس. اوكي. وسوينا التايم اتاك. وصار عندنا هي الديزرت تشالنج بالتعاون مع شركه سوبكس. اوكي. اخونا احمد ماجد مسي عليه بالخير. السنه الجايه ان شاء الله في مفاجات كثيره ان شاء الله شغالين عليها وراح نعلن عنها ان شاء الله قريب. اذا مو بشهر 5 بشهر 6 راح يكون. زين ما بقى شيء اقول. شنو؟ توكل على الله. ان شاء الله بيكون عندنا 3 بطولات درج بس. أوكي. على مستوى مو شيء سهل ان يعني شاء الله. مو مجرد انه هوات مو بطوله عاديه راح تكون وايد برو البطوله. اوكي ممتاز. وراح يكون عندنا 3 بطولات درفت ان شاء الله. أوه. وهم مو بطوله عاديه راح تكون على مستوى وايد عالي. ممتاز. يعني اللي عنده بروز يعني لو عشان يشاركون. اي مو أوكي. مو يعني الناس راح يجون من الخليج كلها اتوقع وان شاء الله نقدر نجيب ناس من اوروبا ان شاء الله. ان شاء الله. اذا ما ادري الناس متابعه بطوله عمان. اي اكيد طبعا. بنحاول نسوي نفس مستوى عمان. مستوى بطوله عمان يعني بطوله عالميه تعتبر. اقوى ناس بالعالم قاعد تشارك البطوله هذه. صحيح. فبنحاول ان نسوي نفس المستوى هذا ان شاء الله. وفي شغلات ثانيه ان شاء الله بس خلينا نخليها مفاجاه على كل. نحطهم في حرقنا المفاجاه. خلي الانونسمنت خليه في كارفيو ان شاء الله. ان شاء الله. سعود صراف وعزيز مشكور وايد على وقتك. تقبل الله طاعتك. نشفنا ريجك وانت صايم سوري. حبيبي ما قصرت. مشكور وايد على هالفرصه. انت اللي ما قصرت. الله يطول لي عمرك. انسان متميز. احنا نتشرف نطلع معك حبيبي. الله يحفظك. الشرف لي. وكانت هذه حلقتنا اليوم في برنامج بالدرب مع الصديق سعود صراف وابو عزيز. نشوفكم على خير في الحلقات الجايه.